السلام عليكم. اليوم حنحكي عن جمع الكسور مقامات التساوي. خلينا نتذكر قبل عن الكسور. مثلا هون عنا واحد كامل، إذا بلونه كله يعني بيطلع واحد. تحت مقسم لاتنين، يعني المقام تحت اتنين. إذا بلون واحد بصير واحد على اتنين، كمان واحد بصيروا كلهم. هون مقسمين لخمسة، لونت واحد، إذا بلون بعد واحد شو بيطلع جواب هون؟ بصيروا واحد اتنين، بصيروا اتنين على خمسة، أوكي؟ كمان بعد واحد بصيروا تلاتة على خمسة، بعد واحد أربعة خمسة، بس أوصل خمسة على خمسة بيطلع جواب واحد، سبب لأنه كله ملون، مثل فوق بالأحمر، كله ملون. هون مثلا على عشرة لونت تلاتة على عشرة، اوكي؟ إذا بلون بعد واحد على عشرة، بعد واحد، ده بصير جواب بصير أربعة على عشرة، اوكي؟ فإذا بعمل تلاتة زائد واحد بصير أربعة، نفس الشيء كله تحت على عشرة. هاي نعمل كم سؤال، مثلا ها واحد على اتنين زائد واحد على اتنين. واحد على اتنين، واحد على اتنين، واحد على اتنين. قديه بدي لون فوق؟ فوق هون قديه بدي لون؟ هيدي أول واحد على اتنين هون، هلونها باللون هيدا. تاني واحد على اتنين كمان هون، هيدي واحد على اتنين هون لون، هيدي واحد على اتنين كمان هون. شو بيطلع جواب؟ بعمل جمع. جمع شو بجمع؟ البسط فوق، يعني بعمل واحد زائد واحد على اتنين، وتحت نفس الشي اتنين على اتنين، اوكي؟ بعد وحدة واحد على تلاتة زائد واحد على تلاتة، هادي الواحد يعني بدي لون واحد، هون كمان واحد بدي لون واحد، اداه كلهم ملون. واحد زائد واحد يعني اتنين، يطلع جواب اتنين. تحت نفس الشي بعضهم ثلاثة، اوكي؟ كمان سؤال، واحد على خمسة يعني بدي لون واحد، اثنين على خمسة يعني بدي لون اثنين، هيدا واحد هيدا واحد، صاروا كلهم ثلاثة على خمسة. كمان سؤال، ثلاثة على ثمانية زائد اثنين على ثمانية قديه حيطلع جواب؟ حلون ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هيدي ثلاثة، اثنين حلون اثنين، قديه بصيروا كلهم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بصيروا خمسة ملون، كلهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، بعدهم نفس الشيء، ثمانية ثمانية نفس الشيء، اوكي؟ يعطيكم العافية.